السلام عليكم، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحه وافضل حال كده، وباذن الله تكون الدنيا ماشيه معاكم كويس. الجو جميل النهارده والحراره هتبتدي تعلى اهي، وربنا يسهل والجو ربيعي خالص. يعني النهارده حابب اكلمكم في حاجات بسيطه كده. في شويه لخبطه عند الناس من ناحيه تداخل اعراض الحساسيه مع تداخل اعراض ربنا يعافينا الكورونا والكلام ده. الناس قلقانه جدا، يعني اي حد بيسخن او بيجيله رشح او عطس حتى لو هو طول عمره كان عنده حساسيه فبيقلق. طبعا احنا في توقيت هو التوقيت الذروه بتاع الحساسيات. يعني ايه الذروه؟ يعني ده الميعاد اللي كل الناس عندها حساسيه انف وحساسيه صدر بتتعب فيه ويبتدي يتقلب عليهم الحساسيه. وبالتالي من المنطقي خالص ان انت الفتره دي تلاقي مثلا مناخيرك بدات تسيل، مناخيرك بدات تاكلك، العطس يزيد، عينك تحمر، دموع زياده، كحه شويه، الناس اللي بتستخدم بخاخات هتبتدي تستخدمها. وهنا يعني مهم جدا ان انا اوضح الموضوع ده بالذات في الاطفال. يعني لو انت عارف ان ابنك عنده حساسيه انف او حساسيه صدر وبيجي في المواسم دي ويتعب، فعادي جدا انه يتعب. طيب هل في يعني حاجات براكتيكال او حاجات عمليه كده احنا كاب وام تخلينا اقلق او ما اقلقش او طبعا هو خلي بالك ربنا يعافيكم ويحفظكم جميعا. الكورونا مش مساله كده عاديه، الكورونا فيها سيناريو ده. يعني انا لما اكون قاعد في بيتي وما بنزلش والولاد بقى لهم شهر ما بينزلوش و و و ومفيش اختلاط ومحدش بيجي لنا ولا بروح لحد وابني سخن او لا هيجيب له كورونا بقى. ما هو اذا كان مفيش حد بينزل ولا بيتحرك ولا في كونتاكت ولا النقطه دي، بس فنيا مهمه جدا. يعني ممكن يبقى في اسباب ثانيه، لكن هل في حاجه مميزه لاعراض الكورونا بالنسبه للاطفال والكبار؟ هو في ثلاث اعراض المفروض ان هم قد يتداخلوا مع اعراض ثانيه بس مميزين قوي للكورونا. اهمهم الحراره المرتفعه اللي هي ممكن توصل 39 40 ودي حوالي 80 90% من الحالات، مهمه جدا. والسعال الجاف، كحه جافه 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 وحشه، تمام كده؟ وضيق النفس. دول ثلاثة مهمين جدا جدا جدا، ممكن نزود عليهم الحل. ولكن التهابات الزور وصعوبة البلع دي بتيجي مع الانفلونزا وبتيجي مع البرد العادي وبتيجي مع حاجات تانية كتيرة، فمش مميزة قوي. طب ما هو حد هيقول الحرارة برضه، ماشي، ما احنا بنقول الثلاث أعراض مع بعض، الحرارة مع الكحة الجافة مع ضيق النفس مع السيناريو أو الحكاية اللي اتحكت إنه نزل عمل، راح، بيروح أسواق، بيروح تجمع، بينزل، ما بيلتزمش، بالذات الشباب احنا قلنا اللي هم السن الشوية 13 14 سنة لو بينزل يلعب في الشارع أو بيروح لأصحابه أو احنا في فترة فيها قلق شوية، فالناس دي اللي ممكن لما يتعب أقلق منه يعني. لكن احنا تاني في نقطة مهمة ومهمة جدا، لو في حد عنده علاج حساسية بياخده في الفترة دي يلتزم بيه. مفيش ادنى مشكله من استخدام البخاخات، حتى البخاخات اللي فيها مشتقات كورتيزونيه اصلا مش مضره وما فيهاش اي مشكله زي ما الناس بتقول والكلام اللي الناس بتقعد تتحدث ده ولا ده. البخاخات حاجه عاديه جدا، بالعكس عندنا في الاطفال احنا مرحبين جدا بالعلاج عن طريق الاستنشاء، سواء النيبولايزر الجهاز او سواء البخاخات. فاللي بيستخدم بخاخات يستخدمها بمواعيدها ونظامها، مفيش ادنى مشكله ولا اي تعارض مع الظروف اللي احنا فيها ان انا استخدم بخاخاتي، استخدم ادويه الحساسيه ومضادات الهستامين ودي موجوده كتيرة. لو في مخفض حراره ساعه الحراره مفيش مشكله، لو قدرت ان انا اخد فيتامين سي واخد حاجه برده مفيش مشكله. لكن الخلاصه اللي انا عايز اقولها انك لو عندك حساسيه وعندك علاج مزمن بتاخده في الفتره دي اوعى توقفه. مش مطلوب ابدا انك توقف علاج الحساسيه، وكل الريكومنديشن اللي طالعه دلوقتي مريض الحساسيه في عصر الكورونا موضوع بياخد علاجه عادي وبيتعالج عادي ومفيش اي مشكله خالص. واحنا حريصين ان احنا نحافظ ان احنا الحساسيه تعتبر من الامراض المناعيه شويه، والامراض المناعيه تشمل الحساسيه وتشمل بعض الامراض اللي هي زي الروماتويد وزي الروماتيك وزي في حاجه شويه مجموعات كده من الامراض بيكون المناعه بتلعب دور فيها، ودي الناس اللي احنا بقى حريصين عليهم خالص في الفتره دي. احنا حريصين على الناس اللي عندهم امراض مزمنه من ضمنها امراض المناعه وامراض الحساسيه يبقوا صحتهم كويس. فمن الحاجات المهمه جدا جدا ان انا على قد ما اقدر احافظ على نفسي كمريض حساسيه، ان انا اخد ادويتي، مفيش مانع من البخاخات والجلسات، المتابعه بتاعتي مع الدكتور بتاعي، ادويه تقويه المناعه مفيش مشكله، وابقى مخلي بالي. من الحاجات اللي عامله مشاكل شويه مع الناس اللي من دول تغيير الجو، احنا قلنا دي فتره ذروه بتاعه الحساسيات كلها اللي هي فتره الربيع ده، كلنا علينا ومناخيرنا ومعظم الناس دول حساسيه، مش معنى كده ان انا عندي بقى مشكله افضل لا عشان ما نقلقش على الفاضي، تمام؟ ومهم جدا جدا موضوع الكلور والديتول والمنظفات. الناس طبعا طبقا للظروف اللي هم فيها بداوا يدوسوا جامد في المنظفات، ابطن اللي ما عندوش حساسيه جاله حساسيه، يعني الناس اللي بتستخدم كحول بكثافه عاليه جدا على ايديهم وكلور على ايديهم وكلور في البتاع، بدا مناخيرهم وايديهم وجلدهم يحصلوا حساسيه لان دي مواد كاويه برضه، مواد كيميائيه، فنخلي بالنا يعني. واخدين بالكم؟ يعني انا بس الفيديو ده غرضي فيه النهارده ان احنا ما يحصلش عندنا تداخل بين الامراض العاديه وما بين الحساسيه، لان في الفتره دي نسبه حساسيه لا باس بها عند ناس كتير، وبالتالي ممكن يختلط عليهم الامر، ومش اي حد هيجيله شويه عطس او رشحه او كحه او زوره يوجعه شويه او ممكن يدفى شويه يبقى عنده كورونا. الموضوع ده يا جماعه يعني حرص، ستي هوم،
سوشيال ديستانس، ابعت مسافات، كذا كذا، اعمل اللي عليك. لكن مش كل ما يحصل حاجه هتقول عندك كورونا عشان ما يبقاش في اثاره للسعر بينك وبين بعض وكده. فدي نقطه مهمه حبيت اقولها النهارده، لان جالي اسئله كتير جدا على موضوع الاعراض، والاعراض معظمها مشابهه لاعراض الحساسيه اكتر منها تكون حاجه تانيه. تاني وتالت ورابع وخامس وعاشر وخمسمية، التطعيمات لا تتوقف، التطعيمات لا تتوقف للاطفال. لا يوجد اي مشكله ان الطفل ياخد التطعيم في عصر الكورونا. ليه؟ لان مش معنى ان انا هديله تطعيم ان انا هشغل المناعه وهو لا 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 خالص خالص. التطعيم مهم جدا، لان التطعيمات الاساسيه للاطفال هي عباره عن تطعيمات لامراض حساسه وخطيره اقوى من الكورونا مليون مره واسوا واخطر من الكورونا. فمش معقول انا حاجه لسه ما بتحصلش ولسه مش عارفين هنتعامل معاها ازاي اتوجه ليها واسيب الاصل اللي انا عارفه وعارف علاجه وعارف ايه تطعيماته ايه. لا، الاصل ان احنا نطعم مفيش مشكله، حتى لو حصل شويه سخونيه ولا حاجه مع التطعيم عادي جدا جدا. مفيش حد ياجل التطعيمات خالص، كله يلتزم بيه التطعيمات بتاعته. ودي من النقط المهمة برضو من الحاجات المهمة اليومين دول سألت فيها كتيرة، موضوع التطعيم بتاع شلل الأطفال الحقن اللي هو السولت. الوزارة لما بدأت موضوع التطعيمات اللي هي بتاع شلل الأطفال في الشهر الرابع في الحقنة في الرجل، كان في جيل اللي هم في سن من مواليد 2016 تقريبا ما كانوش خدوا، وبالتالي هم بداوا الوقت يغطوا الاطفال اللي هم في المواليد دول فيما فوق اللي هم ما لحقوش موضوع الحقن. يعني هم بداوا من جيل معين، ففي ناس قبلهم ما كانتش خدت فقالوا خلاص احنا خلصنا دول نخش بقى على دول. ودي حاجه تحمد ليها وتشكر للدوله جدا ان هم بيعملوها، لان تطعيم شلل الاطفال عن طريق الفم السابين وعن طريق العضل الحقن اللي هو السلك الحاجات المهمه جدا جدا. وعلى فكره عشان تبقوا فاهمين، طالما دخلنا في السلك ودخلنا في الحقن ده احنا كده بنتحول ان شاء الله الى دولة خالية تماما من موضوع شلل الأطفال زي دول كتير. واحنا بقالنا كتير الحمد لله الدنيا عندنا كويسة جدا في موضوع شلل الأطفال، يعني حتى المجهود اللي اتبذل فيها والحملات اللي اتعملت جايبة نتيجة. والجدول مع الوقت ممكن مش هيبقى فيه حتى نقط في السنين القادمة، ممكن يبقى حقن بس، لأن الحقن دي بتبقى مش فكرة أقوى أو كذا، بس هم بيستخدموها مع الدول اللي بقت كلين خالص اللي مش محتاجة تاخد النقط، عشان النقط بتبقى مطلوبة للدول اللي ممكن يبقى فيها انتشار أو قلق أو حاجات زي كده. تاني في الفيديو ده هنهي بحاجتين مهمين جدا يا جماعه. احنا 3 4 ايام عندنا شم نسيم وليله شم نسيم، وانا عارف يعني البورسعيديه ناس محترمين وجمال بيموتوا في موضوع ليله شم نسيم، وكلنا واحنا صغيرين كنا بنعمل وبننزل وحرايق وكل حاجه. الكلام ده سنه دي يا جماعه بروهيبتد خالص، ممنوع ممنوع ممنوع، مفيش اي هزار مفيش اي هزار. احنا يا جماعه قطعنا شوط كويس، لو التزمنا الاسبوع ده والاسبوع الجاي ويوم شم النسيم ده وليلته عدوا بخير، ما حصلش كونتاكت ولا ملامسات ولا نزلات، ان شاء الله هتعدي بخير. لاحظوا ان كل الحالات اللي بتطلع عندنا الخمس ست حالات بتوع كل يوم، يعني الحمد لله بفضل الله يعتبر قليل، لكن كلهم كونتاكت وملامسين ومخالطين. احنا اللي بنعدي بعض واحنا اللي يعني انا عارف ان في ناس قد تكون مضطره تعمل مشاوير او تنزل، لكن طول ما انت ما عندكش حاجه مهمه ما تنزلش، بالذات الشباب، بالذات يوم شم النسيم وليله شم النسيم. على قد ما ربنا يقدركم اقعدوا، على قد ما ربنا يقدركم اقعدوا. الحاجه الاخيره بلاش الفسيخ، بلاش الفسيخ اللي بيحاول، عارف في ناس بتعشقه، ما بلاش، لان الفسيخ لو عمل اي مضاعفات ابسطها عشان اقول لك نزله معويه او تلبك معوي أو أو, او 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 طيب ما هو انت الوقت الدنيا ملخبطه والمستشفيات مشغوله وعندنا كذا وعندنا كذا، مفيش داعي بقى ان انت تضغط على نفسك بمشكله زي كده. ماشي، الامهات والمرضعات في موضوع الفسيخ والبصل والثوم والمنجاونه بلاش اول 3 شهور. اللي بترضع رضاعه طبيعيه، انا لسه كان في حاله بعتالي امبارح، اسهال اسهال اسهال، طفل عنده شهرين تقريبا او حاجه، قال لي يا ستي بيرضع ايه؟ بيرضع طبيعي. طب اكلت انت؟ انا اكلت فسيخ وكلت بصل وكلت منجاونه وكلت مش كل ده اتضرب في الخلاط ونزله في اللبن، يعني متوقع هيحصل كده يا فندم؟ تمام. فالمرضعات اللي هم في اول 3 4 شهور دول ما انصحهمش ابدا باكل الكلام ده، لان ده ممكن يعمل ضربات او مغص واسهال عند بعض ايه حديث الولاده. يعني اتمنى لكم الخير واتمنى لكم ان شاء الله كل حاجه تبقى زي الفل. تفائلوا وان شاء الله انا شايف الامور ان شاء الله باذن الله هتبقى خير جدا الفتره اللي جايه. ربنا يحفظكم جميعا وربنا يحافظ عليكم وعلى اولادكم، واشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم.